سيف الدين الجزيري رقم 30 لاعب فريق المقاول العرب السابق والذي يقود هجوم الزمالك والعودة بعد غياب. البنا أطلق صفارة البداية لأحداث الشوط الأول. محمود البنا واللي بيتولى إدارة ثالث لقاءات الزمالك هذا الموسم. كرة في الجانب الأيسر جوار خط التماس تتلعب إلى داخل منطقة الجزاء، محاولة للاقتراب من مرمى الحارس الشناوي لولا تدخل أحمد رفاعي، تدخل في توقيت مناسب. أولى لقاءاته هذا الموسم مع الفريق، لاعب اللي الكل يتحدث عنه ويتنبأ له بمستقبل طيب، لاعب اللي مع الزمالك وبين جدران القلعة البيضاء من عمر 12 سنة وهو مع الزمالك بعد نجاح في اختبارات بلبيس ابن قرية ميت حملة تابعة لمركز بلبيس. إلى إيشو، إلى شيكا، إلى داخل منطقة الجزاء مع محمد عاطف، ثم إلى كرة عرضية من سيف الدين الجزيري، محاولة لضربة راس ولكن في خطأ لصالح أوشايا الظهير الأيسر الأوغندي الدولي اللي أمامنا على الصورة. عرضية متقنة ممتازة في اتجاه سيف الدين الجزيري مع الزمالك، سجل في شباك فريقه السابق 3 أهداف. رجع الكرة إلى رؤى، كرة جميلة، محاولة للاختراق وضرب التكتل الدفاعي لفريق المقاولون، إرسال كرة إلى الجزيري، محاولة بضرب راس من داخل منطقة الجزاء وبالقرب من علامة الجزاء لكن رأسية خدها من تحت لفوق، علية بادت انتهت إلى ركلة مرمى لصالح فريق المقاولون العرب. كرة رؤى والتمريرة جميلة في مكان يستغله إيشو لإرسال كرة على رأس جزيري. فريق المقاولون العرب في لقاء مؤجل أمام الزمالك من الأسبوع 19، وعنده لقاء مؤجل من الأسبوع رقم 23 مع الأهلي. مواجهات صعبة راح ياخدها فريق ذئاب الجبل من أجل تحقيق إنجاز، بل قد يكون إعجاز إذا بقي في الدوري. عنتر يقترب، عنتر راوغ وتقدم بمعاونة محمد سالم، من كرة لعبت إلى عنتر، اقترب من هز الشباك مع الدقيقة 20، أراد أن يسدد ويغرد في شباك الزمالك وفي مرمى محمود الشناوي. راوغ صوب ولكن أحمد رفاعي في انتظار العرضية، محمد عاطف وإيشو والجزيري، مارشي كابالا خطيرة كان حيخدع بها أبو السعود، أرسلها كرة جميلة عرضية متقنة أراد بها خداع الحارس أبو السعود، لكن على ما يبدو أن أطراف الأصابع لأبو السعود كان لها استغلال أمثل وحقق إنجاز لم يتحقق من قبل على مستوى الكرة، كرة القدم المصرية. كرة عند أوشايا في الجانب الأيسر، كرة عرضية لكن المتلوث يقابلها بإبعاد، راحت إلى سافيولا، تسديدة قوية من سافيولا من على مسافة كرة بحوالي 20 متر تقريبا، كرة كانت موجهة لمرمى الزمالك والحارس محمود الشناوي، تصويبة بالقدم اليمنى لكن علت فوق المرمى وابتعدت عن الشباك وذهبت إلى ركلة مرمى لصالح الزمالك. محمد السيد صاحب 19 سنة مواليد 2005، كرة منقولة عند الجزيري يحاول استخلاص دخول منطقة الجزاء متفوقا لأحمد علاء، الله يا شيكابالا، شيكابالا سابها لإيشو، شيكابالا سابها لإيشو، مش ممكن. كرة هدف أول كان بيقترب منه أحمد عبد الرحيم إيشو مع الدقيقة 28، الجزيري بقوة يستخلص يلعبها لشيكابالا الفنان، سابها تمر بأريحية، راحت وتهات إلى قدم إيشو، سدد وبالقدم اليسرى لكنها اصطدمت بجوزيف أوشا، لكن إيشو لم يستغل الموقف من قبل إيشو، ولم يستغل إيشو ما يقدمه شيكابالا من لمسات ومن حركات. كرة عادت فيها خطورة، محمد سالم اصطياد الخطأ، راوغ اقترب، سجل وتقدم لفريق المقاولون العرب في مرمى محمود الشناوي، يتقمص دور الصياد محمد سالم، يسجل ويتقدم مع الدقيقة 30 وبخطأ من مدافع الزمالك عند إعادة الكرة إلى الشناوي. خرج الشناوي لإغلاق الطريق على محمد سالم لكنه استغل خبراته، مر وراوغ وأسكن الكرة في شباك الزمالك. أدي أمامنا في كرة الإعادة لكرة أعاد الكرة فيها في الخلف إلى حارس المرمى لكن
سالم يستغل الموقف، افضل واحسن استغلال من كره ضغط فيها معز افولو. احمد رفاعي هو من اخطا، صاحب الانقاذ لكرتين مع اول ربع ساعه على مرمى الزمالك من مهاجمي فريق المقاولون، لكنه اخطا في هذه المره عند اعاده الكره الى الشناوي، رجع الكره لكن محمد سالم كان في موقف سليم وغير متسلل، استلم الكره وبخبره القناصين وكانه يتقمص دور الصياد، استلم وتقدم للمقاولون العرب اللي في الموسم الماضي 2022-2023 اختتم بطوله الدوري وهو في المركز السابع ب 44 نقطه. الزمالك في الموسم الماضي اختتم الدوري في المركز الثالث ب 60 نقطة، والكرة مع سافيولا، محاولة خطيرة قد يكون مع هدف ثاني عن طريق أونجيرا، دخول منطقة الجزاء ثم عرضية محمد سالم ومحاولة للمس الكرة بالقدم وتسجيلها في شباك الشناوي. شوف كل اللاعبين متواجدين على حدود منطقة الجزاء في مسافة لا تقل عن 20 متر تقريبا، لكن محاولة تقدم عاطف، كرة التعادل لكن لمست الشباك من الخارج، كرة ييشو تقترب وكرة عاطف تمرر، وفي الأخير في الشباك الجانبية لمرمى فريق المقاولون العرب وللحارس محمود أبو سعود. شوف التدرج الرائع للكرة اللي اتلعبت على حدود منطقة الجزاء والتسديدة في الزاوية اليمنى العليا لمحمود أبو سعود، ولكن في الشباك الجانبية من الخارج كرة أحمد عبد الرحيم إيشو، واحدة من أقرب المحاولات. كرة مع الدقيقة 44 وقبل نهاية الشوط، لكن آخر مباراة فاز فيها الزمالك على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف عن طريق اللاعب يوسف أوباما، واللي بيغيب عن لقاء اليوم أمام فريق المقاولون العرب من ضمن قائمة الغيابات اللي بيشهدها لقاء اليوم من جانب فريق الزمالك. إذا في هذه اللحظات بعد ما انتهت دقيقتين كوقت بدل ضائع واللي كان أعلن عنهم الحكم محمود البنا وأشار بهم الحكم الرابع محمد يوسف البنا، جاء بإطلاق صافرة الختام والنهاية. تحضير عند المثلوثي، كرة للأمام في وسط الملعب مستقيمة في اتجاه سيف الجزيري، مقطوعة راحت إلى محمد عنتر، زيادة عددية من لاعبي فريق المقاولون، هنا ست لاعبين، عنتر وكرة الهدف الثاني، عنتر يتقدم، عنتر وبكل سهولة يسجل مع الدقيقة 53، ولم يحتفل لأنه يلعب أمام فريق لعب له من قبل، يلعب أمام فريق توج معه من قبل بالبطولة الكونفدرالية تحت قيادة هنا كما نتابع تحت قيادة جروس السويسري. انطلاقة عنتر، يقترب ست لاعبين في مواجهة ثلاث لاعبين، الطريق أمامه كان مفروش بالورود من أجل أن يغرد لذئاب الجبل، الذئاب أصبح لها مخالب وأنياب. كرة قوية على يمين الحارس، لن تكن بالقوة المتوقعة ولكن هناك دقة في التصويب، كرة راحت بعيدة عن متناول يد حارس المرمى، الحارس محمود الشناوي في الزاوية اليمنى، زاحفة أرضية تحتضن الشباك وتستقبلها بسعادة وفرح ومع سجدة شكر من عماد النحاس الذي يقود فريق المقاولون العرب. قدمه في اليمين يشو إلى عمر جابر، عادت إلى رؤى، قريب منه شيكابالا اللي قدم شوط رائع على مستوى المساعدة الهجومية، على مستوى تقديم تمريرات رائعة ولمسات جميلة ساعدت لاعبي الزمالك في الوصول والاقتراب من مرمى أبو سعود، ولكن محاولاتهم لم تترجم بنجاح ولم تفلح في هز الشباك. كرة راحت إلى إيشو، كرة استلمها شيكابالا، مقطوعة لصالح سافيولا، يتقدم، رجعت من جديد عن طريق المثلوثي، المثلوثي إلى رؤى بيفكر في التصويب، والهدف الأول للزمالك عن طريق الجزيري من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 62، يقلص الفارق والكرة إلى شباك الحارس محمود أبو السعود، فالزمالك قد يعود بعد أن سجل الجزيري. البنا أقر بصحة الهدف بعد أن استمع إلى حكمي تقنية الفيديو محمد سلامة ومحمد الشناوي. جزيري لم يكن متسلل، يوقع على الهدف الرابع على المستوى الشخصي في مرمى فريقه السابق، أيضا هو الآخر لم يحتفل لأنه سجل في مرمى
الفريق الذي لعب له من قبل مع فريق المقاول العرب، فريق اللي سجل معه 20 هدف. هذه المباراة لدى عماد النحاس تكسب ولا تلعب. فراس بن عافية بيتلقى التوجيهات والتعليمات، واعتقد ان اللاعب الثاني اللي موجود جوار فراس بن عافية هو محمود الشبراوي، لكن نتابع الركنية مع الدقيقة 70 لفريق المقاول العربي. اتلعبت عالية رأسية احمد علاء، ولكن يتألق الشناوي. كرة مع الذئاب، انطلاقة، محاولة 2 على 2، يحاول الشبراوي يراوغ يصوب، ولكن اصطدمت بفتوح وطلعت وتحولت الى ركلة ركنية لصالح فريق المقاولون العرب. ركنية لذئاب الجبل. محاولة محمود، انطلاقة رائعة، فراس تحرك ولا اروع مع سحب المدافعين، مع اخلاء الطريق للشبراوي اللي سدد وكانت رايحة. فتوح يستخلص، واحد من عناصر الخبرة مع المثلوثي، مع رؤى، مع شيكابالا قبل الخروج، مع سيف الجزيري، مع عمر جابر اللي كان حينهيها بهدف التعادل. مش ممكن. صورة على عماد النحاس لا تحتاج الى تعليق، وكأنه بيجري عملية جراحية.